تشارك وزارة الداخلية بمختلف إداراتها في فعاليات معرض قمة البحرين للمدن الذكية بنسخته الخامسة. نعم، حيث يعتبر المعرض من أهم المشاركات لعرض أبرز الخدمات التي تقدمها وزارة الداخلية للمواطنين والمقيمين في مملكة البحرين. تعزيزاً لاستراتيجية الشراكة المجتمعية، شاركت عدد من إدارات وزارة الداخلية في معرض قمة البحرين للمدن الذكية في نسختها الخامسة، والذي يمثل منصة عالمية لنقل التجارب وعرض أفضل الممارسات في التحول إلى المدن الذكية. تأتي مشاركة وزارة الداخلية في معرض المدن الذكية تفعيلاً لمبدأ الشراكة المجتمعية، ويبرز دور الوزارة من خلال مشاركة في عدة إدارات، كل إدارة لها جانب معين، اختصاص معين، تبرز أهم الخدمات التكنولوجية اللي تقدمها. ومن ضمن الإدارات المشاركة في المعرض مكتب الوكيل المساعد للموارد البشرية، وإدارة العمليات برئاسة الأمن العام، والإدارة العامة للمرور، بالإضافة إلى الإسعاف الوطني وشعبة النظم الجغرافي الأمني. تأتي مشاركة الإدارة العامة للمرور في خلال المؤتمر المدن الذكية من خلال طبعا عرض أكثر من 20 خدمة إلكترونية تقدمها الإدارة العامة للمرور من خلال بوابة الحكومة الإلكترونية، وكذلك تطبيق الهواتف الذكية الإترافيك، بحيث أنها بتقدم هذه الخدمات بطريقة أكثر يسر وسهولة ووقت أقل ممكن. كما طورت الإدارة العامة للمرور الخدمات تقدمها الجمهور، ومنها إصدار نتيجة الفحص الفني للمركبات وكذلك امتحان السياقة عن طريق الجهاز اللوحي. تمثل مشاركة إدارة العمليات برأس الأمن العام في معرض المدن الذكية حول عرض التكنولوجيا الحديثة، ومن ضمنها النظام الجغرافي الأمني اللي من خلاله نتلقى البلاغ وسنان البلاغ حق الجهات المعنية اللي هي الدفاع المدني، الإسعاف الوطني، ونتابع البلاغ لحين وصول الجهات المعنية حق المبلغ. تم تزويد سيارة الإسعاف الوطني بنظام LVL ليقوم بتتبع وتحديد مواقع الإسعافات، بالإضافة إلى تم تزويد سيارة الإسعاف بكاميرات داخلية وخارجية موصولة بغرفة عمليات خاصة مركز الإسعاف الوطني، مما يسهل سرعة استجابة البلاغات الطارئة. كما تم تفعيل نظام الجغرافي الأمني GSS لمواكبة التطور، مما يلبي احتياجات مركز الإسعاف الوطني. تشارك هيئة معلومات الحكومة الإلكترونية اليوم أيضا بنظام بنايات، هو أحد الأنظمة التي ساهمت في التعامل مع جائحة كورونا، حيث يسهم النظام في توفير الخدمات الإلكترونية للتقديم على رخص البناء، بحيث أن مقدم الطلب ممكن يقدم على طلبات الرخص البناء ويتابع طلباته من مرحلة الترخيص البناء إلى مرحلة توصيل الخدمات من كهرباء ومياه وصرف صحي. وقد عرضت إدارة وزارة الداخلية أبرز خدماتها والأفكار والتجارب الناجحة التي تتبناها في هذا الشأن، في إطار السعي للتعرف على أحدث الحلول والتطبيقات في مجال المدن الذكية، مما يؤكد أن عملية التطوير والتحديث ماضية قدما في مجالات عدة، وصولا إلى تعزيز الخدمات المقدمة بمعايير السرعة والدقة والكفاءة.